مرحبا، السلام عليكم. معكم مستر عرين بأول فيديو بسنة 2022 2023. شفت هاي أول خربطة. أهلا بكم بأول فيديو بسنة 2023. بالفيديو هذا رح نعمل مراجعة لكرت الشاشة الجديد اللي نزلته انفيديا الـ 4070 Ti، ومعنا وحشين قويين جدا. أول واحد رح يكون الـ Asus ROG Strix 4070 Ti، والوحش الثاني اللي هو الـ MSI Supreme X. أعلى فئتين من كل براند، عملت مقارنة بيناتهم وكانت نتيجة تقريبا كثير متقاربة. خلينا نبلش بالنتائج. أول إشي خلينا نحكي عن أداء الكروت الاثنين، الاختلاف بيناتهم. بعد ما عملت النتائج وشغلت كم اللعبة، ما لاحظت أي اختلاف بيناتهم من درجة حرارة كثير قوية باختلاف كثير كبير، أو من الفريمات. تقريبا شوي الفريمات عند ROG Strix أعلى، بس بشكل غير يعني كثير قوي. فإنه رح نعلن نتائج واحدة عنهم الاثنين، بس الفرق اللي بيناتهم، أول إشي الـ ROG Strix بيجي بشكل مختلف طبعا على الـ MSI. هاي أول اختلاف، إنه الأشكال مختلفة، حجم الـ MSI أكثر شوي، والـ ROG Strix الـ RGB مختلف شوي، عنده أحلى من الـ MSI أنا بحسه. بس هاي الاختلافات شغلة بترجع شخصيا، أنت على هوا أنت نظرتك لهم. كأداء ما في اختلاف كثير كبير، يعني أنا بقول لك إياها. بس في شغلة أنا كثير بحبها بالـ Strix مش موجود باغلب الكروت، اللي هي المنافذ، المخارج تبعت الشاشه. دائما بيجي معها مخرجين HDMI وثلاثه ديسبلاي بورت. اغلب الكروت حتى باغلب الشركات بتيجي بس ثلاثه ديسبلاي بورت وواحده HDMI. انا كثير عندي مهمه انه يكون عندي 2 HDMI، عندي كثير استخدامات ولازم استخدم بس ال HDMI كيبل. فهاي كثير كويسه منيحه. بالسعر الاختلاف هون حقه $975 هذا بالسوق الامريكي، والار او جي Strix اغلى منه ب $75، $1050 بالسعر بالسوق الامريكي. الاختلاف $75 فقط، بس اللي بيختلف هو الشكل وزياده مخرج واحد للاج دي ام اي. الاداء كثير متقارب. اشي برجع لك مين بتختار، هو برجع الذوق، انت بتحب الام اس اي، مع انهم الاثنين شكلهم رائع ومرتب. خلينا نبلش بادائه بالالعاب. عملت بنش مارك في بعض الالعاب اللي بيجي فيها بنش مارك داخلي، وعملنا تجارب على ال 1440 ال 2K، عملنا دي ال اس اس اون ودي ال اس اس اوف، بعديها عملنا 4K ريزوليوشن دي ال اس اس اون ودي ال اس اس اوف. خلينا نبلش ونشوف بعض الالعاب وبعض النتائج من الالعاب. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños!
ما لاحظت وشفت كيف الـ FPS اختلفت، إذا لاحظت في أغلب الألعاب بتقنية الـ DLSS off بعطيك فريمات معينة، بس لما تشغلها الـ DLSS on بتقفز قفزة كثير قوية، يعني من 75 ل 100 FPS في بعض الأحيان، من 2K وال 4K في بعض الألعاب. يعني إذا شفت هذه التقنية الـ DLSS 3 وشغلتها بكبسة واحدة بتحصل على 75 FPS average. فهاي التقنية كثير تطورت من أول ما نزلوها الـ DLSS 2.0 وهلأ DLSS 3.0. فهذه التقنية كثير دعمت بعض الألعاب، والألعاب صارت تدعمها وتعطي فريمات كثير أعلى. بس بدون الـ DLSS شفت كيف أنت الفريمات، اختلاف الفريمات. حكت انفيديا انه ال 4070 تي اي راح يكون اسرع من 3090 تي اي في بعض الاحيان، في بعض الالعاب يس اسرع منها وبعضها لا، 3090 تي اي اقوى. بس السؤال القوي، هل انت لازم تشتري هذا الكارت ولا لا؟ الجواب كثير بسيط. بالنسبه لتجميعتك حاليا، شو الكارت الموجود عندك؟ اذا عندك كارت 3080 تي اي او 3090 تي اي من الجيل 3000 سيريز وحاب تطور لفر 4070 تي اي، بقول لك ما بنصح شيء، برجع لك لانه تقريبا الاثنين نفس الاداء، ال 3080 تي اي او 3090 تي اي متقارب جدا، يعني حتى بتوفر مصاري بال 3000 سيريز وبتاخذ تقريبا نفس الاداء. بس اذا عندك جينيريشن اقدم ال 20 سيريز او 10 سيريز وحاب تطور وتدخل تقنية الـ DLSS 3، سبب مقنع انك تفوت تطور تجميعتك وتشتري كارت مثل هيك. كروت الشاشة هاي طبعا مش رخيصة، كثير غالية، 975 دولار، 1050 دولار، مبلغ كثير كبير ل 4070 تي اي، اللي هو شركة انفيديا كانت تحكي عنه انه كانت تطلقه باسم 4080 ب 12 جيجا. بعديها صارت ثورة عليهم على السوشيال ميديا وانسحبوا من الاطلاق وسموه 4070 تي اي. مش موضوعنا. المهم قلنا شو رأيك بهذا الكارت، شو رأيك بالأداء، هل راح تشتري، شو عندك انت تجميعتك وبدك تطورها لأي كارت بالضبط؟ اكتب لنا كومنت ان شاء الله منرد عليك. شكرا لتابعتكم ودعمكم، نراكم لاحقا.